تابعنا طبعا مع حضراتكم التوصيات اللي خرج بها المنتدى، منتدى الشباب العالم في نسخته الثانية. وتعالوا بقى نشوف الحكومة ناقشت التوصيات دي ازاي. ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي الأربعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء مهندس مصطفى مدبولي، ناقش المقترحات والتوصيات التي خرج بها منتدى شباب العالم والأفكار اللي تمت مناقشتها في جلساته المتنوعة. كمان ناقش التوصيات اللي وردت في كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام الفعاليات. تضمنت التوصيات التي ستعمل عليها الحكومة إعلان مدينة أسوان عاصمة للشباب الإفريقي لسنة 2019، على أن يتم خلال هذا العام انطلاق ملتقى الشباب العربي الإفريقي بها لبحث أبرز القضايا والتحديات اللي بتواجه الشباب بالقارة الإفريقية والمنطقة العربية. كلف رئيس الوزراء باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة من الآن ومراجعة مختلف الترتيبات طبعا بالتنسيق مع المحافظة لإقامة هذا الحدث. تعالوا بقى نعرف تفاصيل أكتر وإزاي طبعا بيجهز مجلس الوزراء للتعامل وتنفيذ هذه التوصيات. معانا هاتفيا للتوضيح سيد المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء. سيادة المستشار صباح الخير. الخير استاذه مها، وصباح الخير على كل مشاهدي دريم. اهلا بيك يا فندم. طيب احنا شايفين النشاط يعني الحمد لله من دلوقتي بيتم التحضير والاعداد سواء بالنسبه لاسوان او بالنسبه لشرم الشيخ، كل محافظه ليها طبيعه مختلفه وليها تحضيرات مختلفه. ريت سيادتك تكلمنا الاول عن الاعداد بالنسبه لموضوع اسوان. زي ما حضرتك ذكرتي طبعا الاستعداد بدات مبكرا ومبكرا جدا، لسه اسوان هتستضيف هذا الملتقى العام القادم 2019. ومع ذلك رئيس السيد رئيس الوزراء كان حريص منذ الامس على التاكيد على اهميه الاستعداد منذ الان. تمام. لتكون اسوان على اهبه الاستعداد لاستضافه هذا الملتقى الهام. تمام. التوصيات ايضا من اهم التوصيات التي ذكرت في مؤتمر شرم الشيخ وتم الاستجابه لها في اجتماع الحكومة بالأمس هو التوصية الخاصة بتعديل قانون الجمعيات الأهلية. أيوة. عشان كده السيد رئيس الوزراء قرر بالأمس خلال أقل من 24 ساعة من صدور تلك التوصيات تشكيل لجنة تضم وزارات الخارجية، العدل، التضامن الاجتماعي. هذه اللجنة ستكون مهمتها النظر في التعديلات المقترحة على قانون الجمعيات الأهلية ليخرج في النهاية قانون يحقق مصالح كل الأطراف. تمام. طيب بالنسبة فندم للاستعدادات الخاصة بإعلان مدينة أسوان عاصمة للشباب الإفريقي، الاستعدادات دي بالتنسيق مع مين وابتدتوها إزاي؟ يعني عايزين نوصل لشكل عامل إزاي من وجهة نظر حضرتك؟ الاستعدادات دي طبعا بدأت بتكليفات رئيس الوزراء بالأمس وسيتم التنسيق فيها مع محافظة أسوان. أيوة. تتضمن رفع يعني كفاءة البنية التحتية والمنشآت التي سوف تستضيف فعاليات الملتقى. تمام. الوزارات المعنية كلها، وزارة الشباب، وزارة النقل، كل الوزارات المعنية بالبنية التحتية والإنشاءات بما فيها وزارة الإسكان بالطبع التي يقودها السيد الدكتور مصطفى مدبولي بنفسه. كل هذه الوزارات ستكون يعني جاهزة ومستعدة ومسخرة لتحقيق الهدف من الملتقى وخروجه بالصورة المشرفة التي اعتدنا دوما أن تخرج بها الفعاليات التي تنظم في مصر. طيب. على غرار منتدى شرم الشيخ الذي يعني يحقق للعام، منتدى الشباب أقصد، الذي يحقق للعام الثاني على التوالي نجاحات مبهرة، وتوصيات هذا العام الكل يشهد بأنها توصيات مهمة للغاية. يعني استجابت لمطالب فصيل كبير جدا يعني من الشباب، وتم الاستجابة لها بسرعة فائقة من جانب الحكومة كما حدث في اجتماع الأمس. كويس قوي. طيب ننتقل لمدينة شرم الشيخ يا فندم، واستعداداتكم بقى لا يعني ان شاء الله للاهتمام بمدينة شرم الشيخ. انا شايفة يعني ان برضو كان في اشادة كبيرة، العالم كله دلوقتي بينظر الى مدينة شرم الشيخ، وصرح برضو كمان السيد المحافظ ان يعني شرم الشيخ دلوقتي مستعدة ان هي تستضيف اي مؤتمر من اي نوع في العالم. انطباعات حضراتكم كمجلس وزراء عن شرم الشيخ وكيفية الاستعداد بقى ان شاء الله لاقامة الاحداث المهمة ومنها ان شاء الله المنتدى السنة اللي جاية، يعني بتتكلموا مع مين وبتشتبكوا مع مين في التنظيم؟ اتفضل يا فندم.
والله يا استاذه مها، يعني مش جديد على شرم الشيخ انها تكون دايما مستعده. شرم الشيخ من منذ سنين وهي يعني مدينه دايما مستعده لاستضافه، وحدث بالفعل ان استضافت احداث عالميه كثيره، لكن اهتمام الحكومه لا ينصب فقط على شرم الشيخ كمدينه، اهتمام هذه الحكومه تحديدا ينصب على كامل شبه جزيره سيناء، شمال سيناء وجنوب سيناء. يعني كان يعني من الخطا ان نركز فقط على جنوب سيناء وتنميته، ومن ثم فان حكومه الدكتور مصطفى مدبولي خصصت مبلغ ضخم وضخم جدا لسيناء خلال الاعوام القادمه. يعني ان شاء الله هنشهد مؤتمرات واحداث في سيناء، ونبقى موجودين هناك ان شاء الله نسمع اخبار التنميه واخبار الاحداث المهمه، ويعني مش بس شرم الشيخ لوحدها. بالظبط كده، ده اللي انا عايز اوصله. الاهتمام سيكون بكامل سيناء. 272 مليار خلال 4 سنين، ده مبلغ ضخم جدا. لم يسبق في تاريخ اي حكومه مصريه ان خصصت هذا المبلغ لتنميه سيناء. شمال سيناء سينالها نصيب وافر من التنميه بعد معاناه يعني لعده سنوات من الارهاب. الان الحمد لله بفضل جهود القوات المسلحه والشرطه الارهاب بدا ينحسر بشده، وحان وقت التنميه في ربوع سيناء كلها وليس في الجنوب فقط. مظبوط، وانا الحقيقه بضيف لمجهود القوات المسلحه والشرطه في محاربه الارهاب مجهود حضراتكم، لان البناء والتنميه هي ايضا احد يعني العوامل الاساسيه في محاربه الارهاب. طول ما في بناء، طول ما في تنميه، طول ما في احداث مهمه والعالم بينظر لمصر بهذه النظره المتجدده المتغيره، يبقى انا كده امنه، ما عنديش ارهاب ولا مجال اصلا ان يكون في موجود عندي ارهاب. متفق تماما، يعني التنمية هي حائط الصد الأول في مواجهة الإرهاب. يعني الإرهاب ينتشر عندما يتواجد الفقر، عندما يتواجد الجهل، فلكن عندما يتم تنمية المجتمعات فهذا هو يمثل حائط حماية ضد الأفكار المتطرفة وضد وقوع الشباب يعني فريسة لتلك الأفكار. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا، وتحياتي طبعا لحضراتكم على هذا المجهود والاستعداد اللي بيبتدي من بدري. الحمد لله الثقافة متغيرة، وابتدينا يعني نغير طريقتنا ونغير أدائنا ونغير ثقافتنا للأحسن والأكثر تحضرا. تحياتي لحضراتكم. سيادة المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، شكرا جزيلا يا فندم، وصباح على حضرتك مرة تانية. طيب